الحين توصلك ناظر انا المكالمات الحين توصلك مكالمه ابي مكالمه ورا مكالمه يلا خلينا نشوف لا 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 خلينا نشوف انا علمك فيهم الحين الحين راح يبين الصجيه على قولتهم الحين الحين راح يبين اي والله خوفك توهي انا وياك اي شيء تبي اعتذر للعميل وحطه على الانتظار حطه هولد وراح يصير نجاوب عليه واذا انت تعرف الاجابه نفس ما قلت لك المكان اللي طلع منه المعلومه تقدر تجاوب العميل يلا يلا ناظر ها عندنا السماعه حطينا كل شيء هذه الشاشه صح اي هذه قاعده شاية. بيانات اللي قال لك انا ناصر فيها زين. كل خدمات زين بس وكل الامور متل يلا هذه المكالمه الاولى يلا قول بسم الله قول بسم الله يلا انطر شوي زين مرحبا معك جاسم يعطيك العافيه اخوي الله يعافيك انا فيك يا اخوي بس بغيت اسال الفاتوره على خطي اي فاتورتك لحظه ثواني ايه فاتورتك الله يسلمك 25 دينار اشتراكك حلو طيب ايه بس انا مستغرب لانها كانت باقتي 50 جيجا والحين صارت 150 ايه لا 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 ما زدنا اشتراك الحين صار عندك ثلاث اضعاف عندك 1500 دقيقه هذه يعني بدال ما كانت 500 زدناها صارت 1500 ممتاز ممتاز ايه لا لا تحاتي الله يعطيك الصحه الله يعافيك هلا فيك شنو بس خلاص انت هني بعدها راح تقول اسمح لي افيدك بمعلومه ايه في باقي شغله ايه خليني اقول لك عندي معلومه لك عندنا الحين رقم واتساب الحين راح اطرش لك انا واتساب انزين هذا رقم واتساب انك انت تقدر تسال عن فاتورتك اي شيء تساله تقدر تدز واتساب بعد ايش تبي بدل ما تدق وتنطر وهولد وهذا واتساب على طول رد عليك ممتاز 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 كذي بس الحين انا راح ادز لك انا الحين راح ادز لك واتساب وانت استقبل يلا الله يعطيك الصحة حياك الله حياك الله معك جاسم زين تشكر اتصالك شكرا لك بالسلامة ايش رايك شوف كمكالمة أولى أمورك زينة أمور بس في بعض الأمور احنا ما نقولها أول شيء أنت ما راح تدز واتساب حق العميل أنت راح تدز له من السيستم رسالة من السيستم نفسه راح تجي له أنه 107 هو اللي داز له الرسالة هذه أوكي. لما تقول له بدز لك واتساب وهو عباله أنت كموظف تبي تدز له واتساب هذا شيء احنا ما نسوي زين. فالرسالة راح تجي له تلقائيا من النظام واتساب زين يعني أنا قصدي انت راح تدز له رقم واتساب زين الافتراضي اللي هو راح يدش يكلم فيه الواتساب وياخذ المعلومات زي. اللي بيه. بس كمكالمه اولى امورك طيبه امورك طيبه بس لا تقول حق العميل هاش خلاص شيء بعد اي صح انطر صح. العميل هو يبادر وانت راح ترد بس امورك طيبه يعني مبدئيا اول مكالمه امورك طيبه